تزعليش حسينة، بالعكس أنا فرحانة على الآخر، عندي كل شيء باش نكون فرحانة. تحب تبدل الجو؟ تحب على الآخر. لازم يبدلك حوايجك قبل. علاش بيه ما حوايج؟ ما يمشيوش مع البلاصة اللي ماشيين لها. أخي ويني بايا؟ كنت هنا وطردتها. عطيني تليفوني. تليفونك في الدار. باهي سلفني تليفونك. باش تكلم بيه هذيك والله لا تراها. انت وينك بايا؟ زهرة طردتني. تشري الكلينيك. شفت بنات الوصول شو يعملوا؟ قبلت؟ ليه؟ مشيت الحجامة ما فيها حاجة؟ أنا ملوح في الكلينيك بالحياة وموت، وأنت تحوس في الحجامات. مرتك تكرهني، ولدك الصغير كان يلقى يقتلني، الكبير نهار كله يحفر لي ويكم بس لي باش يعمل لي مشاكل معك. أنت تراني تكش وتنش علي، عشتي ولات مرار. هاي طلعت ما تصلحش، شو نعملولها ترى؟ قاعدين نحاول وانا نربي فيها بشوية بشوية، وانتي ماكش مقصرة معايا، ما تنساش بنية صغيرة صغيرة. لفعة بسبعة روس، انا نربي في النهار وانتي تبيتها في شونك في الليل. انتي شيطان، سحارة متاع رجال، سحرتني انا وسحرتك الطفل المسكين، حتى تلز باش يظهرني. تعرف كيفاه؟ من اليوم باش تتحجب. ملائرة ما نتحجب كان ما تتحجب زهرة، ليزي هي بصداقها وانا معرسة بالكلمة. ربي قالك وقعدي له تتحجب، هي نتحجب هنا نتحجب من غير ما نصلي. علاش لا يصير بالاخص لي انا نغير عليك. المراه تتحجب على خاطر تحب تتقرب من ربي. عندك الف حق، ما هذا ما يمنعش لي انا نغير عليك برشا. ماذا بيا تاخذ بخاطري وتتحجب؟ بربي اش قالك باش تحجبت؟ قالك لي انا حلفت ما نلبس الحجاب كان ما نجي تتحجب. انت داخله بعضك ما نعرفش بيك. أما أنا مانيش مستعد نتحرم من حتى ليلة نعديها بعضيك، وحتى كان كبرنا مش مشكل، ما يقلقنيش. نقعد أنا وياك تخرف لي ونخرف لك. مش نترانا. فاش تترانا؟ رقص شرق. رقص شرقي. من قايد في نادي بتاع رقص الشرقي. نادي بتاع شنو؟ نادي بتاع نسي بتاع رقص. أمينة خايف على سمعة راجلي، مش حلو تدور في الحمى وراس كاريين. والله عندي سنين ندور هكا. هي ذاك قبلك كنت لخديمة، أما توا وليت مرت سوى الناس. تتكلم يا جيني ولا أنا غالطة؟ ماكش غالطة، حكينا في الموضوع أنا وبيا، ولا هي ما تجي باش تتحاشم. على كل حال من غدوة تولي تغطي. شنو؟ طرشت من غدوة تولي تغطي راسك. شد بيا، هذو ما أربع فولارات، مادام طلعت مانيش مستحقتهم قلت بالك شي يصلحوا لك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هاي الولاد اليوم الدرسوا فاء، نتلقاه إن شاء الله في الدرس القادم. بسلامة سيدي. بسلامة. بسلامة سيدي. بسلامة سيدي. بسلامة. شوف شو عندي. حتى أنت زادة وليت بكرهبتك. بعثت لي ميليسة. ملا ميليسة هذي، كان كل ما تجيب لك كرهبة تحطها في الدار ولي تعمل كوليكسيون بتاع كرهب صغار. هم كوليكسيون بتاع كرهب كبار. اي خويا عندك الحق، وانتي تحبها بنيسة.
ما نقولكش. ما تقولش ما تسوقش. كان تعطيني نسوق حتى ونقولك. جيت للصحيح باهي سيدي. هاي أنا باش نقفوا. إجا عندي. أقعد مليح عاد. ما قلتليش عاد. تحبها ولا ما تحبهاش؟ حتى نقولك وما تقول حتى حد. ورحمة أمي لا نقول لحد. إلا بتحلف بوالله. والله العظيم لا نقول لحد. هاي حب. باهي مادام تحبها. معناها تحب تعرس به؟ لا مش تو حتى لي نكبر عاد. ايوا كي باش تكبر وتعرس به؟ تحب تعيشوا في تونس ولا في امريكا؟ في تونس. في تونس؟ هكا؟ يازي يازي هاي ما عادش مسوا الفولون. هلا في تونس هذا؟ تحب تونس اكثر من امريكا انت؟ عسلامة سي وناس. مرحبا. ما عقلتنيش. عقلتك بالطبيعة، كيفاش ما نعقلكش؟ جيت نحكي معاك في موضوع ممكن؟ إي ممكن، أما ما يجيش منه مرة في قهوة. إجا معايا. شنو أحوال صحتك؟ لاباسة؟ الحمد لله. النجم نقولوا جاتني جلدية. وأنت شنو أحوال؟ أنا مانيش مصدقة اللي صار. من نهار اللي جيتنا للدار وفطرنا بالملعوب الكل، بسم الله العظيم ولدي تحول. ما عاملينش خير. قاعدين نحاول نطلعوا مهدي. أما الحكاية ماهيش سهلة. ما تخافش. هو نظيف وما عندوش سوابق. إن شاء الله تجي خفيفة. أنا جيت طالبة منك باش تعملوا إسقاط. مستعدة نخلص لك التعويض الكل. واللي تطلب الله يبارك. خلي فلوسك عندك. وأنا الإسقاط تو نعمله له. دي أنا كنت مستعدة باش نبوس لك يجيك وساقيك. صلي على النبي. كلنا عندنا الصغار، وكان ممكن نكون في بقعتك راهو. والله ما لقيت ما نقول لك. قول إن شاء الله هذاك حد الباس وربي يخفف على كريم. راهي فترة صعيبة وتتعدى. في الأمان. في الأمان. كسكروت معاي. وين كنت؟ شبكلتها؟ ولاو عندي أولاد أمي نقور معاهم. أي بيه ماركيت بونتو؟ لا أنا صدقول. أنا ما نحبش نصدقول، أما في راس خليني صدق نقول. تعرف اللي نتفجع عليك تروح مخر؟ يعني نتفهمو في وقت تروح فيه. ما عنديش مونجيلة. باش اش نعمل؟ تلعب قد ما تحب، وقت اللي أذن المغرب تروح. باهي أمي. عزيزتي يعني خارج ها؟ اوكي ما تبتاش.
لباسة؟ لباس. أمي هاوك المرة بأذن قد قد وأنا جيت نزلي. صحيت عايش ولدي. أمي هاب نقول لك حاجة يا ماما تغفصت عليك. شوي بقى؟ المفتاح اللي عملته لي ساركو بس ما تضيعهوش ما ضيعتوش. صحي. أنا نسيت وين حطيته. باهي ما يسالش، تو نقول لبوك يعمل لك مفتاح آخر. بابا. شوك الشعر وشوك الحالة، الفساد ولا بالمكشوف؟ أنا فاسدة. فاسدة ونص يا خطافة رجال. عندي ما خطفت. راجلك يجري في جرتي والاخر مستعد باش يقطع على خاطري. وسامحني شبيك تغزر؟ كان جيت مهني على روحك، راه راجلك عمره ما غزر لي. يعطيك رجله وسكت عجله، الرجال الكل يحبوا على ماكله نظيفه عفيفه في الدار، اما ساعه ساعه الله غالب يشتهي وكسكروت خامج من الشارع، اما تقعد شهوه وتمشي على روحك. اش تحب عندي انت تو؟ تقلب منظرك من الدار. انا هوني على ذمه راجل. واه يا اخي انت صدقت لي انت معرسه؟ جاب ربي عرست بحضورك، ولدك حاضر. طليل شهد أكاها وفرعنت وطلعت جرينيتك. لا فرعنت لا شيء، أما عادش مستعدة باش نتظلم ونتسب ونقعد ساكتة. نلقى الملايكة هالكرة استربي باش تبيع ونرتاح منها. وأنا في بلاستيك نزل مكسر ما ترقيه. تفدلك أنت والله خممت فيه. يطور رجلك فاش تهمت معاه. ماني ساعت له في الكونترا، يجي ياخذ المفتاح والكونترات ويعطيني فلوسي كاش. اي وانت باش تاخذ نسخه من الكونترا ولا؟ اي بعد ما يصحت رجع لي الكونترا. وحتى كان ما جابوش اسمي. الفايده في الكاش. والله عجبني سير عقل، منظم. فلوسه على الطاسه، فرانك ناقص لي. لا محسوب. بالله كان مد لك 100 دينار ناقصين شنو عندك تعمل؟ والله العظيم كان مد 50 دينار ناقصين. لما بطلها البيعه. تعرفنيش انت؟ جمله. نعرفك حتى تعرف. يدي لك راه بشعلت فيها النار. يشري كرهه وما عادش يحب يبيعها. عندك الحق، الكرهه بغلية. حصلك المرشد اسم بابا هذيك. لا هذيك موضوع اخر، هذيك انتيكه راهو تسمى. هذيك يمشي يحطوها في متحف باربي يباركيوها في القصر تاع الجم ويخلي العباد تفقد قبل ما تطلع. بالرسمي نحكي معك حاجه اخرى راه. طيب مادام حلت معاك وتدخل في الفلوس، علاش ما تحلش كونت في البنك؟ تتعامل بشيكات اسهل. بنك وشيكات؟ انا اخويا السريق بتاع الشارع نعرف نتعامل معاه. السريق بتاع البنك اللي هذوك يهبطوا لك على الكونت طول. مادام تدخل الفلوس يلزمك تخلص الحاكم. وخلص فيه الويه على كل كياسات الباهي وعلى كل السبيطارات وعلى كل حومه نتاعنا نظيفه العزيزه الغالي. وبعد يجيك وزير يشري البنت وكات فوكات تدخلها في حياتي. سايبني بالله. بالله قداش بتقعد تلم في الفلوس؟ مش تردمهم؟ هي خويا نردمهم، كان لازم نعمل مقبره بتاع فلوس. وفرنك في البنك ما نحطوش يا خويا. كاين خمم زمني انا زمني. سلام بابا. سلام. بعت الكرهبة. هاي هذوك الفلوس. هاي بابا مش اخذهم انتي الفلوس؟ فلوس اختك، فلوس اليتيم ومربوح. علاش صلحتها بالكروية؟ انا كرهبة معناها انا نخرج بيدي على راسي. ماني قلت لك حط فلوسك في البنك. ياسر مقصر مع طليل راك. شريتني عمل له انا. هذيك المشكلة، ما عملت له شيء وماكش ناوي تعمل له شيء. بربي هكريت وما يفلح في حد شيء. كل ما ندبر له خدمة مع واحد من صحابي خليني في حشمة مع الناس. طليل أذكى من أنيس، يطير بنداد وتيران، كانوا المعلمين قبل باهتين فيه. طليل أذكى من أنيس. والله أذكى من أنيس يا أخي، أنا باش نكذب على ولدي؟ غير بركة أنيس قراي هكا ويحب يوصل والآخر مش مغروم. وزيد ما لقاش شكون يتلهى به الحق نتاع ربي. انا تو فهمتو باش مغروم. مغروم بك انت ويحب يرضيك وانت ديما تمرقو كيما تو. مش معقول راه لازمك تلقى له حل. والله مسخفني حنين عليا وعلى خويتو راه. باهي تو نشوف كيفاش نلقى له حل. لا مش تشوف، يلزمك تلقى له حل. يا زهيرة قداش كحنينة، راك عسل راك يا غالية.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا راه كل ما تقول لي نلقاه ونبدا قلبي بدق دقيقة ونقول شنو هي العملة اللي عملتها باش عيط لي. هذاك على خاطر أنت ما تركحش. لا هذاك خاطر عمرك ما عيطت لي وعطيتني خبر به. أنا حياتي كاملة أموري الكل منظمة. كل حاجة حطيتها على السكة. كان أنت ما قلتلكش حل. شبيني أنا؟ تو عجبتك روحك؟ شنو مستقبلك؟ بالحق مازلت صغير. أما العمر يجري راهو. بخلاف انك مشتورتني انا نهار اخر ما عندكش مشروع ساعة بعد عمر طويل المشاريع عندي قد شعر الراس اما لازمهم مرسمين وانت ما تحبش تتبعني انا ما لوحش فلوسي يا اخي شنيا بابا معيط لي باش تذلني ما قلت لي ما تحبش تخدم عند العباد هي هذاك هو صحيح باهي انا باش نعمل لك مشروع بسم الله هالنهار المبروك ما هو الرخصه نحيتها لك الولاد شو اسمه هو كريم قلت ناخذ لك كهرباء تخدم بها انت والمالي ماشي للصدر زيتون اولى به انا حتى بطاقه مهنيه ما عنديش الولايه باش يحلوا كونكور بتاع برمي تاكسي سجل ومشي عادي وقتاش هالكونكور ما نعرفش بالضبط وقتاش اما قريب شبيك ماكش فرحان بابا هاك ريتني كي نشري كهرباء ونبيعها بعد اربع ايام قداش نصور معناتها نعطيك رخصتي ناخذ لك كهرباء بفلوسي وسيادتك ماكش فرحان فرحان بابا فرحان أمي 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 الصبح أذن برا صلي ليه نحب نمشي نصلي في الزيامة كما كنت نعمل مع بابا باهي برا عاش عليا وقت لازم نرجع في صال البيرو. بسم الله العظيم قداش منه هالبيرو؟ حتى اللقمه تهبط لك معوجه. عزيزتي انا على خاطر شكون هذا كل نعمل فيه؟ وعلى خاطرك انت وصغيراتنا. ما نتاكش على روحك، صحتك قبل كل شيء. تهنأ. باي باي. باي باي بابا. باي باي.
بابا اليوم. اي شفته. قالك؟ قال لي هو يحبني. وقالك اللي يحبني زيدا؟ لا ما قالش. وانت سألته؟ لا ما سألتوش. انا المرة زي تسأله. بايه؟ وعليش ما نسأله سؤال؟ تحب تسأله اسم؟ كيف يصير برازيل تقول استناني؟ هاجر صفا مريم هاي كمسكينة مرة الفوق مرة لوطة خسارة بدلت برشا ما عادش باني متاع قبل كنت نموت على قعدتها كان نموت أنا تقعد هاجر تقبل ولا تتبدل يزي اللطف هالفيل نحكيه برا كان نموت تعاود تعرسها سي امبوسيبل واه نعرفك ما تكذبش وتقول كلمتك راه حسسني كان قادم نتيح في بير كان واخر نبوس لفعة وانتي وكان نموت انا تعاود تعرس ولا انا بعدك انتي كان مش صغار نخلط عليك زعما حتى كان حاب ناخذ مرا اخرى بدني ما يقبلهاش ما ثم كان انتي تحر لي جوارحي مش كيف كنتي تبدلني نورمال انا قلت نبدلك نورمال مالناش معناها نرمي روحي في بير ولا نبوس لفحة يتكذب تقول الحقيقة اللي توجع شهيلة بدالة هكا انا شهيلة بدالة مخيبة كي تحب واحد اكثر من اللي هو يحبك طب بجدك انتي تحكي ولا تفادلك انساه الحكي انساه عمر ما تقوليش تنبزت ايش اقول لك يا اخي ما تخرجش ما تقوليش حاسة روحك ما بين اربع حيوط ما تخرجش انا في الدار شلون ما تخرجش يجيك حد ما تمشي لحد يجيني يوسف كل يوم ما زالت هالحكاية مش قالك طبيب قاليش هاي عشي فايف الدواء امينة قاعدة نمشي لهم يسيل بربي يزيني منهم يسيل مومينة الدابة مش حل راهو هكا شي ماشي ويزيد بيك وبك وينو بربي بابا ليه في مرته الجديدة واه طلق زهرة بعد العشرة ديال الكل لا لا عرس بالختي ما عرفي وسكنها هي وامي زهرة في الدار هي وزهرة قبلتها بربيش تحبها تعم تشكي بيه وإذا كان ما تحبش تدخل بوصغارها للحبس اتطلقوا يا جيني سيلو مينيموم بربي انش كان في بلاستها شنو تعم أنا في بلاستها مش يعرس علي عرفي ولا يخوني تكي نسمع بيه عنده ربوح حكاية بهمرة والله دقيقة لا نقضيه له مهبولة أنت يا خيتي وين نجيب حذاك نسمع حكايتي وجعوا الراس هاي قوم 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 نمشيو الحمام بعد تعديو الحجامة بدو جو على الأقل لا ما عنيش ما هوش على كيفك هاي قوم قوم خلينا نمشيو نحي من يدك باخا نعيط لإسلام إسلام إسلام نعم أنت باش تخرج من بعد عندي تكويرة مع ولاد الحومة بارك الله على ولدي كبر ولا عنده تكويره مع ولاد الحومه باش نخرج انا وهاجر ويمكن نبطا يعني باش نعطيك المفتاح ونعطيك 5000 عاود مفتاح اخر ورد بالك لا تضيع كيفاش تو انت هكا راجل وتضيع المفتاح نتاعك ما ضيعتوش انا شفت وين حطيت خوذه يا اخي نورمال انت ما تخافش على روحك لازم تبدل الكوبه نتاع الدار نزع على باهي انت دخل منا خرج منا هيا قوم قوم حضر روحك فاش تعمل سليل؟ قاعد نعمل في ساكن المفتاح باش ما نضيعوش زين هذا الكل على يا مرتي مشيت الحمام خارجة مالحة مالحة تفاول اسكت مخي بصوتك مشيت الحجيمة زيد الحمد لله عليك خرجت من الدار مدام خرجت انا وهاجر عملنا عند ورد ليش مشيت للحمام والحجامة مع هاجر؟ تيجي عندي عايش
معناتها باش تجي عند يوسف. تجي يوسف؟ مال أسلم عمر. سلامة، انت مش تروح في المغرب؟ قدسينا بكري على خاطر الكرة تسطحت ومولاي الدار ما حبش يرزحين. باهي يعني مروح. قاعدة قولي صح الحجامة؟ شكون قالك اللي مشيت الحمام؟ ريحة كفاح. علاش العادة ريحتي منتنا؟ وكيف شميتها ريحتي انت ما غادي؟ حبي تقولك صح الحجامة، شبيك كبشتي يخ؟ وين شبيك على صابك؟ ساعة أنا في بالي روحت بكري وحتى صغار مش توا جاي. من لا جاوة عزيزتي. مع شكون مشيت الحجامة؟ مع مريم. مش تفهمنا مريم يزينا منها هذيا؟ جدك انت توا؟ صاحبتي عندها قداش تحبني نقطعها؟ الطفلة ضربة في مخها مهبولة تختار عليك. حرام عليك، المرأة مسكينة مريضة بأعصابها وأنت تعرف شنو تعاد على راسها. هذه صحبة عندك كي واحد تدور عليه الدنيا نطفيوها. دي أنا خايف عليك أنت. باهي أختي أنا من حكاية الفارغة، البنات عندك بيهم جاؤوا. والله طاير تيري، ما عادش هاني في حد شيء. ما تسمعش كلام راجلك أنت. مريم. مريم. عسلام. عسلام. سلام هوني. لا اخرج. يا اخي انت ترى فيها شكون؟ يوسف. علاش؟ عمر ما يعجبكش؟ عمر؟ شو دخلنا فيه عمر؟ على خاطر انا ماذا بيك انت عيط لي عمر ما عادش تعيط لي يوسف. على خاطر ما بابي لك يا مريم كل شيء فيك نحبه. عمر برا اطلع لمرتك وصغارك اللي تعمل فيه ما يجيش. انا يوسف. انا يوسف ونحبك يا مريم. مش يوسف ولا عمر؟ انت شكون تحبني نكون؟ يوسف. مال انا يوسف. انا يوسف ونحبك كما عمري ما حبيت حد في حياتي.